يعني كلمة كبيرة قوي انت قلتها، انت بقيت ابن الجزائر، يا ريت والله، دي تبقى شرف كبير جدا ليا. طبعا مبسوط طبعا وسعيد جدا ان انا متواجد في القطار اللي فيه بعثة منتخبات الجزائر كلها اللي رايحة لدورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط. احساس طبعا ما يتوصفش الحقيقة، ويعني مش هقعد كل يوم اشكر الناس، لكن لا بجد موضوع ازيد بكتير من الشكر، مش عارف اقول ايه من الفرحة يعني. لكن يا رب نعمل او نساهم بحاجة كويسة في بطولة دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط، إن شاء الله نظهر ولو 1% من جمالها ومن الحاجات الحلوة اللي هتحصل فيها. طبعا أتمنى التوفيق لكل الفرق اللي موجودة إن شاء الله.